السلام عليكم في برنامج من الآخر. نخش في الموضوع طوالي. العلاك ده اسمه شخبوط بن نهيان، ماسك وزير شؤون الخارجية الإماراتية، مشى تشاف لافتتاح المستشفى وهو ود عم شيطان العرب. قام شيطان العرب أسس مستشفى ميداني في أم جرس التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في يوم 9 شهر 7 2023. تكلفة تأسيس المستشفى الميداني الفتشات 20 مليون دولار، وقالوا ده عمل إنساني كبير، ما في زول عمله يستقبل المستشفى، بيستقبل النازحين والمرضى والمصابين بالحرب. حفظ الله محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، طبعا المعروف شيطان العرب. دي الصورة الخارجية، دي الإعلام، دي الميديا الإماراتي. نجي للحاجة المدسوسة. طبعا الإماراتيين ما كانوا متوقعين حجوا مسؤولين أجانب من جمعية الهلال والصليب الأحمر، وطبعا الإماراتيين بلدة ما كانوا عارفين يتصرفوا مع الأجانب، المسؤولين الأجانب لجمعية الهلال والصليب الأحمر. ولما الإماراتيين ما عرفوا يتصرفوا مع المسؤولين الأجانب، قاموا الأجانب المسؤولين الأجانب التابعين لجمعية الهلال والصليب الأحمر طلعوا من تشات. والمسؤولين الأجانب لما رجعوا للمقر الرئيسي لجمعية الصليب الأحمر ووصلوا المعلومة، وصلوا المعلومات والنتائج اللي حصلت في تشات للمتحدث الرسمي للهلال والصليب الأحمر توماس ديلا لونغا. طوالي طبعا ولا كذب توماس ديلا لونغا، مشى طوالي لصحيفة نيويورك تايمز وعمل مقابلة وقال بالخط العريض بالحرف الواحد: الإمارات خدعتنا. كده نجي نسمع الإفادة الصوتية ونجي راجعين. تم مؤخرا تصريح المتحدث الرسمي للصليب الأحمر توماس ديلا لونغا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. أظهرت دعاية الحكومة الإماراتية عمالا يفراغون منصات الشحن ويعالجون المرضى تحت شعار الهلال الأحمر، وهو شعار يعود تاريخه إلى 70ات القرن 19، وهو محمي قانونا بموجب اتفاقيات جنيف. وقال أيضا لصحيفة نيويورك تايمز: لقد أرسلنا بعثات لتقصي الحقائق إلى تشاد لفهم عما يفعلون الإماراتيون تحت شعار الهلال الأحمر في أم جهراس، وجدنا القليل من الإجابات، وعندما وصل المسؤولون تم إبعادهم عن المستشفى لأسباب أمنيه غير محددة، وفي النهاية غادروا المسؤولون تشاد دون أن تطأ أقدامهم المستشفى، في حين لم يستجب الهلال الأحمر الإماراتي للأسئلة التي وجهت له. وقال توماس ديلا لونجا في نهاية المقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: إن إساءة استخدام هذا الرمز جريمة حرب، وتخشى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتعرض سمعتها للخطر. بعد ما سمعنا الإفادة الصوتية، الكلام ده كله قاله المتحدث الرسمي للهلال والصليب الأحمر توماس ديلا لونجا لصحيفة نيويورك تايمز. الإعلام الغربي طبعا ما سكتوا، طوال مش عملوا تحقيق في موضوع الإمارات وعلاقة إمارات في حرب السودان. أنا هنزل لكم صور وحسي أنا بشرح لكم الصور دي. قبل الحرب الحتة دي كانت فاضية، وفي فترة الحرب دي الصورة الثانية. الصورة دي 20/24/7. شوفوا عليك الله الإماراتيين ده عملوا شو. أول حاجة المستشفى، وقاموا عملوا حظيرة طائرات، واكتشفوا منصتين لتحكم طائرات بدون طيار، والحاجة الأخيرة مخزن للأسلحة. الصور دي تم نشرها عن صحيفة نيويورك تايمز، وكالة فرانس بريس، وهيومن رايز. المصدر من مقر بلاك سكاي للأقمار الصناعية. قاموا الإماراتيين استخدموا طائرات بدون طيار من طراز وينج لونج،
الصينية. بتقوم الطائرات دي بدوريات في السماء في مدينة الفاشر عشان يوجهوا تحركات ميليشيا الدعم السريع ضد القوات المسلحة، ودي واحدة من الأسباب سيطرة الدعم السريع في مدينة الفاشر. الكلام ده كله جاي من قاعدة أم جرس، وده يعتبر بقى تاريخ أسود في ملف تشاد، رغم أن تشاد والسودان بيربطهم علاقات قديمة بين البلدين، لكن شيطان العرب أدى قرض كبير للعلاج الرئيس محمد إدريس ديبي 1.5 مليار دولار، وده المبلغ ده ما يعادل ميزانية تشاد، يعني دولة تشاد كلها، يعني دي الميزانية كلها بتاع دولة تشاد. رغم انه تشاد اخذ مبلغ كبير من دولة الامارات من شيطان العرب، لكن جات شكاوى من دول كثيرة والمجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية وكمان من رئيس وزراء تشاد السابق سوكسيس ماسرا، قال الأمر واضح إن الإمارات ترسل أموال وأسلحة عبر تشاد، وده خطأ فادح. من بعد ما غلبنا ما شفنا زين، ما شفنا إهانة، لكن المطلب ده أساسي نشيليه وأمشي به دولة الإمارات. تعلمون جيدا أنتم اليد الأيمن في إيقاف الحرب، وأنتم اليد الأيمن في اشتعال الحرب في السودان. لذلك في مطلبنا، لأن الآن لا بنطلب أكل، لا بنطلب شراب، لا بنطلب لبس، لا بنطلب تعليم، لا بنطلب صحة، لا بنطلب مسكن. من الآخر، الإمارات بتتستر تحت راية الهلال الأحمر من خلال تهريب الأسلحة ونشر طائرات بدون طيار لدعم ميليشيا الدعم السريع لارتكاب أفظع جرائم الحرب والتطهير العرقي في السودان، من مباركة دولية من تشاد في قاعدة أم جرس. سلام.